أبطال تجمع كتائب الحق يقومون بتجهيز الهاون محل الصنع لضرب مغرات الشبيحة في حي الرصافة بمدفع هاون محل الصنع. ويقوم القائد الميداني أبو عبد الله بتوجيه الهاون إلى مقرات الشبيحة في حي الرصافة. نسأل الله أن يسدد رمينا. أبطال تجمع كتائب الحق يقومون بتجهيز مدفع الهاون لضرب مقرات الأمن والشبيحة في حي الرصافة. تقوم أبطال تجمع كتائب الحق بضرب مقرات الشبيحة في حي الرصافة. الله أكبر الله أكبر. استهداف مغرات الشبيحة من قبل تجمع كتائب الحق في حي الرصافة. بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الله. توكل على الله. تجمع كتائب الحق تقوم بضرب مغرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يقوم تجمع كتائب الحق بضرب مغرات الأمن والشبيحة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حي الرصافة. الله أكبر. كان معكم جاسم الفراتي من دير الزور.